السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هناخد بيولوجي الأولى ثانوي. هناخد النهاردة حل أسئلة من كتاب المعاصر، تمام، بالنظام الجديد. هناخد أسئلة على السيل وول والسيل ممبرين والنيوكليوس، تمام. طبعا قبل ما نشوف حل الأسئلة ياريت تشوفوا الفيديوهات شرح الدروس ديت، تمام. هم أنا شرحهم في فيديوهين، السيل وول والسيل ميمبرين مع بعض، والنيوكليوس في ايه فيديو لوحدها بشرحها ايه بالتفصيل. طيب هنحل مع بعض اختيار من متعدد. انا عامله لكم طبعا الاجابه الصحيحه، وهقول لكم ليه اخترنا الاجابه دي بالذات وما اخترناش الاجابات الايه التانيه عشان نبقى فاهمين، تمام. طيب اول حاجه، cell is made up of a that is surrounded by the cell membrane. السيل عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروتوبلازم. هي عبارة عن بروتوبلازم. فاكرين البروتوبلازم اللي قلنا عبارة عن النيوكلياس والسيتوبلازم، تمام؟ وبيحيط بالبروتوبلازم ده الايه؟ السيل ممبرين اللي هي غشاء الخلية. طيب رقم اتنين، which structure regulates what enter and leaves the cell؟ ايه اللي بيتحكم في دخول وخروج بعض المواد او بينظمها للخلية؟ طبعا البلازما ممبرين، تمام، لان احنا كنا واخدين فاكرين ان البلازما ممبرين في التركيب بتاعه في البروتين، البروتين بتعمل ايه؟ جيتس، زي بوابات مرور، تمام. طيب رقم ثلاثة، سيل بروتوبلازم is different into two a major parts which are the. البروتوبلازم عبارة عن ايه؟ انا لسه قايلة عبارة عن سي نيوكلياس اند ايه سيتوبلازم، تمام. طيب عندي رقم اربعة، سيل وول consists of. السيل وول هو بيتكون من ايه؟ بيتركب من ايه؟ من سيليلوز. بيتركب من ايه؟ من سيليلوز. بصوا معايا اهو، هنا عندي السيل وول ساعة لما قلنا عبارة عن ايه؟ سيليلوز فايبرز، اهو سيليلوز فايبرز اهو زي ما انتوا شايفين، ماشي. طيب السؤال نمبر 5، what is the structure that directs and coordinates all the cellular activity؟ اللي بينظم كل حاجة واللي مسؤول عن كل حاجة في السيل اللي هو ايه؟ النيوكليوس، النواة، تمام. السيل عامة أنا بشبهها عاملة زي ما تكون مصنع، تمام. السيل مصنع، مدير المصنع النيوكليوس، هي اللي بتحدد كل حاجة، تمام. طيب نمبر 6، بلازما ممبرين consists of. البلازما ممبرين عبارة عن ايه؟ two layer of phospholipids اللي هي بي، ماشي. اهو تعالوا نشوف مع بعض. زي ما انتوا شايفين البلازما ممبرين عبارة عن طبقتين من الفوسفوليبيدز اللي هي الرؤوس اللي هي الحمرة دي، اهي ادي طبقة من فوق ودي طبقة ايه من تحت، تمام. نيجي لنمبر 7، the control center or brain of the cell is the nucleus. المخ، المخ بتاع الخلية، ماشي، اللي مسؤول عن كل حاجة اللي هي ايه؟ النيوكليوس، تمام. نمبر 8، the most obvious organelle، يعني ايه؟ اكتر حاجة واضحة under the microscope، اكتر شيء واضح لما بتبص على خلية بتلاقي اكتر حاجة واضحة اللي هي ايه؟ النيوكليوس، سي، تمام. طيب نمبر 9، the flexible barrier around the cell is called the. الحاجة اللي هي بتبقى فليكسبل يعني ملهاش شكل محدد، تمام، اللي هي البلازما ممبرين. عشان كده البلازما ممبرين بيحيط بالانيمال سيل، والانيمال سيل ملهاش ديفينيت شيب، ملهاش شكل محدد، تمام. طيب نمبر 10، ذا ايه از ا ستراكشر انسايد ذا نيوكليوس ذات responsible for making ribosome جوه النيوكليوس، جوه النواة. making ribosome ممكن يجيب لي السؤال ده بكذا طريقة،
يقول لي ان النيوكليوس جواها النيوكليولس، هي الاجابه طبعا نيوكليولس، النواية صغيرة دي، making ribosome أو making protein أو making enzymes أو making hormones. ماشي، أنا بجيب لكم الكذا صيغة للسؤال بتيجي إزاي. ماشي، طيب number 11، histone protein are found in the chromatin. فاكرين قلنا إن هو الهيستون بروتين ده بيبقى حواليه إيه؟ الـ DNA. طيب number 12، the point of connection between the two chromatids is known as centromere. السنترومير هو ده اللي ايه بيربط ما بين ال 2A كروماتيد. طيب عندي number 13، which structure of the following is instrumental in helping cell to maintain its homeostasis. هيبقى البلازما ميمبرين هو اللي مسؤول عن دخول وخروج اي مادة. تمام، بصوا هنا من ضمن الاسئلة جايب لي السيل ميمبرين. عرفت منين ان هو سيل ميمبرين؟ لانه عباره عن تو لير اوف ايه، فوسفوليبيد، وبيقول لي اكتب ايه الليبلز. بصوا يا جماعه الدوائر دي زي ما اتفقنا مع بعض عباره عن ايه، فوسفوليبيد، فوسفوليبيد. ماشي، طيب الموف دي عباره عن بروتين، بروتين. طيب والاصفر ده عباره عن كوليسترول، كوليسترول. تمام، اما الجزء الداخلي ده اللي هيبقى جوه الخليه اسمه سايتوسكيلتون. سايتوسكيلتون يعني الهيكل السيتوبلازمي اللي جوه ايه الخليه. تمام، زي ما انتم شايفين كده اهو. طيب في السؤال ده انا هثبت عليه الكاميرا وانتوا بقى ايه حلوه. تمام، هنا اللي على اليمين دي الانيمال سيل، اللي على الشمال دي البلانت سيل. دي خلاص اهو زي ما انتوا شايفين، في حاجات كتير بتميز البلانت سيل، ان هي السيل وول بيخليها ليها ديفينيت شيب، وكمان الايه الفاكيول. انتوا يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس او تحلوا كده مع نفسكم الليبلز دي عباره عن ايه. تمام، انا هثبت لكم بس عليها كده عشان ايه تشوفوها. ماشي، وبكده يبقى خلصنا فيديو النهاردة عن حل أسئلة المعاصر. تمام، وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله في الفيديو إيه القادم. السلام عليكم.